حصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوج، معكم عبد الرحمن النجار وأمل علي، والبداية بالعناوين. المفوضية تعلن نجاح الاقتراع الخاص بانسيابية عالية، إقليم كردستان العراق ينتخب برلمانه السادس. بمشاركة أكثر من 200,000 ناخب، السباق الانتخابي لبرلمان إقليم كردستان انطلق بالتصويت الخاص. مراكز الانتخاب تغلق أبوابها في نهاية يوم الاقتراع الخاص، والمفوضية تباشر عمليات العد والفرز الإلكتروني. مشاركة واسعة في الانتخابات الخاصة في الإقليم وخارجه، وكردستان يستعد للأحد المقبل والاقتراع العام. وحملة الاعتقالات في ذيقار تدخل يومها الثامن، ومتظاهرون في الحبوب يطالبون بإقالة قائد الشرطة الجديد. مرحبا بكم مجددا، والبداية من كردستان، حيث تتواصل عمليات العد والفرز الإلكتروني بعد إغلاق الصناديق في يوم الاقتراع الخاص بانتخابات برلمان الإقليم، فيما بدأت الاستعدادات اللوجستية للاقتراع العام يوم الأحد المقبل. هذا وشهد الاقتراع مشاركة واسعة لأكثر من 200,000 ناخب صوتوا في المراكز الانتخابية التي خصصت داخل مدن الإقليم في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، وخارج الإقليم في بغداد وكركوك ونينوى وديالة وصلاح الدين وواسط ومحافظة الأنبار. هذا وشارك أكثر من 88,000 ناخب في عملية الاقتراع الخاصة لانتخابات برلمان إقليم كردستان في أربيل، والتي جرت في 48 مركزا انتخابيا بحضور 75 مراقبا دوليا. أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العملية الانتخابية سارت بانسيابية وتنظيم وانضباط عال من قبل المصوتين من القوات الأمنية، مؤكدة أنه لم تسجل أي أعطال في الأجهزة أو خروقات، فيما أشار فريق دولي إلى أن العملية تمت بتنظيم وشفافية ولم ترصد أي ملاحظات سلبية، على استعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين لرصد ومراقبة العملية الانتخابية. الحمد لله، نحن بدينا بعملية التصويت الخاص في 18/10 هذا اليوم في الساعة 7 صباحا، ولا يوجد أي مشكلة الحمد لله لحد الآن. هو العملية التصويت في التصويت الخاص نفس عملية التصويت في العام، يعني راح يكون هناك عملية عدل فرز الإلكتروني، وراح يكون هناك عملية عدل فرز اليدوي وسحب التقارير النتائج. لا يوجد تمديد لأن الجهاز هو يشتغل أوتوماتيك بالساعة 7 صباحا وبالسادسة أوتوماتيك الجهاز هو راح يتوقف. المراقبة الدولية والمحلية الآن تلاحظها بكثافة موجودة، هذا المركز بأربع محطات 1200 ناخب تقريبا، وتواجد إعلامي أيضا كبير في هذه المحطة لنقل الحدث مباشر، وأيضا العمل بأريحية بالنسبة للمراقبين والإعلام دون تقيد أو كذا، فلذلك إحنا الآن عملنا هذا مستمر في كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 165. في هذا اليوم 18/10 انطلقت العملية الانتخابية في التصويت الخاص لبرلمان إقليم كردستان، ومراقبة المفوضية للعملية الانتخابية بشكل جيد، نتابع كل الحالات ونجري جولات ميدانية على مراكز الاقتراع. نحن اليوم موجودين كمراقبين دوليين على سير العملية الانتخابية في جميع محافظات وأقضية إقليم كردستان. لقد قمنا بتوزيع مجموعة كبيرة من الفرق على المناطق لتقوم برصد والإشراف على سير العملية الانتخابية. نحن اليوم في زيارة أحد المراكز الهامة للاقتراع في اليوم الخاص، لقد لمسنا حقيقة شفافية وتنظيم عالي الدقة وانتظام من الناخبين. نبقى في أربيل، حيث أغلقت صناديق الاقتراع في يوم التصويت الخاص بانتخابات إقليم كردستان، فيما تتواصل عمليات العد والفرز الإلكتروني. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل بشير الحسن. قبل دقائق من عملية الاقتراع وافتتاح أحد المراكز الانتخابية، حشود كبيرة من قوات الأمنية مصطفى في طوابير لأدلاء بأصواتها لانتخاب مرشحيهم لبرلمان إقليم كردستان.
منذ ساعات الصباح الأولى اصطفت طوابير الأجهزة الأمنية وبمختلف صنوفها للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مرشحيهم لبرلمان إقليم كردستان في دورته السادسة. برياردان وبجداربوني. نحن كقوات البيشمركة شاركنا اليوم في التصويت الخاص من أجل كردستان. هذه الانتخابات تسير بشكل جيد. عاشت قوات البيشمركة. جئنا للمشاركة في هذه الانتخابات منذ الصباح الباكر. الانتخابات تجري بكل سلاسة وترتيب. اخترنا مرشحينا بكل حرية. وشهدت مراكز اقتراع 61 في أربيل العدد الأكبر من المصوتين في الاقتراع الخاص عن بقية محافظات الإقليم الأخرى، فيما لم تسجل مفوضية الانتخابات ومراقب الكيانات السياسية أي خروقات انتخابية إلى حين إعداد هذا التقرير. تسير عملية التصويت بشكل طبيعي، لم نسجل لحد الآن أي مشكلة أو ملاحظة. المراقبة الدولية والمحلية الآن تلاحظها بكثافة موجودة. ويبلغ مجموع الناخبين ما يقرب من 3 ملايين ناخب، من بينهم 216,000 ناخب يحق لهم التصويت الخاص الذي يمثل المرحلة الأولى وسط أجواء وصفوها بالجيدة دون ضغط أو تأثير من قبل أي جهة انتخابية وسياسية. بشار الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. الأخبار مستمرة. مستوى في بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجاح عملية التصويت الخاص في 4 محطات انتخابية، محطتان في الكرخ ومحطتان في الرصافة، وذلك ضمن انتخابات برلمان إقليم كردستان، مشيرة إلى أن عدد المصوتين تجاوز 2000 منتسب. وقالت مساعدة الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة إن الأجهزة تعمل بشكل جيد منذ بداية الاقتراع منذ الساعة 7 صباحا وحتى إغلاقها في الساعة 6 مساء دون أي توقف. المستوى الفني واللوجستي، أعدت العدة وعملت عمليات محاكاة متعددة للضبط والإحكام لهذه العملية. أيضا هنالك إجراءات مرصنة للعملية الانتخابية، حضرتك إذا تشوف هنالك كاميرات منتشرة في كل مكان، هنالك الشبكة من المراقبين الدوليين والمحليين وكذلك التابعين للكيانات السياسية، مراقبي الكيانات السياسية، وكلاء الكيانات السياسية. كل هذه حماية وترصين للعملية الانتخابية من أي عبث قد يحاول يعني أي جهة معينة أن تعبث بالعملية الانتخابية، فتكون محمية تماما بهذه الإجراءات. هنالك مركز في بغداد ومركز في الرصافة يتوافق مع عدد المنتسبين إلى القوات الأمنية والعسكرية اللي هي أكثر من تقريبا أكثر من 2000 في بغداد الكرخ والرصافة، فلذلك هذه المراكز هي كافية، فتحت بعدد محطات يتوافق مع عدد المنتسبين. بدورها أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم وجود أي خرق أمني في عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان. وأوضح اللواء تحسين الخفاجي أن المقر المسيطر يشرف على 7 محافظات و12 مركزا انتخابية بإجمالي 5600 ناخب. هذا الاقتراع الخاص يشمل على 7 محافظات و12 مركز انتخابي. هذا الاقتراع يشمل على خطتين، خطة التأمين المراكز الانتخابية وخطة نقل عصا الذاكرة. طبعا احنا كقيادة عمليات مشتركة انشأنا مقر مسيطر في داخل القيادة، استطعنا من خلال هذا المقر المسيطر ان ننسق ما بين القطاعات، واجرينا يوم امس محاكاة كانت ناجحة جدا في كل هذه المراكز الانتخابية والمحافظات. لحد هذه اللحظة لم يسجل لدينا اي خرق امني، استطعنا من خلال العمل والتنسيق العالي ان نؤمن لمراكز الانتخابات حماية وإمكانية وقدرة عالية في انسيابية عالية وعدم التأثير على الناخب، وهذا ما نشهد الآن في أحدى المراكز الانتخابية.
ولن تنضم إلينا شبكة مراسلين في عموم العراق. معنا من أربيل بشير الحسن، ومن صلاح الدين أو من ديالة عمر العبيدي، ومن صلاح الدين براء كنعان. مرحبا بكم مراسلين، وأبدأ معك من أربيل بشير الحسن. بشير، ضعنا في الأجواء، كيف سارت الانتخابات اليوم في أربيل؟ نعم، انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عمليات الاقتراع الخاص للأجهزة الأمنية قوات البيشمركة، وأيضا مختلف الصنوف الأخرى من الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان. شارك في هذه الانتخابات يعني بحدود 216 ألف منتسب يتوزعون على محافظات إقليم كردستان. في أربيل وحدها كانت هناك بحدود 89 إلى 90 ألف ناخب من الأجهزة الأمنية أدلوا بأصواتهم في أربيل. أجرت اليوم هذه الانتخابات بانسيابية كبيرة وبديمقراطية كبيرة جدا. عموما يعني هذه الانتخابات هي الانتخابات السادسة لإقليم كردستان. أقف في مفوضية الانتخابات، وهناك مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج النهائية. هذه الانتخابات هي انتخابات سادسة لبرلمان إقليم كردستان. لأول مرة أشرفت عليها مفوضية الانتخابات مباشرة، وأيضا وكانت بإشراف قضائي، وتم توزيع السلام عليكم سيد يسار، عذرا يعني للوقت سيد يسار، يعني مباشرة. نعم. من قناة الفلوجة أريد أعرف من حضرتك اليوم جرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية وشفافة. نعم. أهم الملاحظات اللي سجلتوها اليوم سادة. هو بدينا اليوم إن شاء الله الحمد لله بانتخابات التصويت الخاص، بدينا بالساعة السابعة صباحا، والمراكز اللي انفتحت في عموم محافظات أقليم كردستان هي 165 مركز اقتراع الذي تألف من 749 محطة اقتراع، والحمد لله الأمور كلها تمام، والمشهد غلقت المحطات ورسلت النتائج إلى القمر الصناعي ولم يكن هناك أي مشكلة. نسبة المشاركة اليوم في هذه الانتخابات يعني حتى لو بنسبة أولية، هي نسبة المشاركة بعد الغلق المحطات كان 97% على مستوى إقليم كردستان. هناك خروقات سجلت في هذه الانتخابات؟ الخروقات يبقى نحن عندنا كإجراءات الشكاوى المفوضية، لإجراءات الشكاوى اللي اتخذتها هي عن طريق يكون استمارة الشكوى 110. أي واحد عنده شكوى وراح يقدمها عن طريق استمارة 110، وهذا الاستمارة راح يكون على الظرف على 5 ويدخل بالصندوق الشكوى وهو مغلق، يجينا ما بعد انتهاء على العدد والفرز اليدوي. بعد ما تخلص المحطات هذول السلاطيق راح ترجع إلى المخازن، وهناك لجنة شكاوى في المخازن سوف تقوم باستلام تلك الشكاوى والنظر فيها. نعم زميلتي، يعني هذه الانتخابات انتخابات مهمة بالنسبة لإقليم كردستان، يتوقع مراقبون أن تشهد تنافسا شديدا بين الأحزاب الكردستانية الرئيسية، وخاصة ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير وبقية الأحزاب الكردستانية. هناك يعني مفوضية الانتخابات قسمت إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، في أربيل دائرة انتخابية، وفي سليمانية ودهوك وحلبجة. عدد مقاعد برلمان كردستان في هذه الانتخابات السادسة التي جرت منذ عام 2008 تعاشر آخر انتخابات جرت في إقليم كردستان 100 مقعد، من ضمنها مقاعد مكونات إقليم كردستان، وأيضا سيكون هناك 30 مقعدا. ننتظر بشير وإياك بالتأكيد من أربيل بقية المستجدات إقليم كردستان منذ عام 2000، خصوصا نتائج الاقتراع الخاص. هذه الانتخابات مهمة، يأمل منها مواطن إقليم كردستان. طيب، أن تكون هناك بشير إن كنت تسمعني دعني أنتقل هذه المرة إلى مراسلنا براء كنعان في صلاح الدين. مرحبا بك براء. حجم المشاركة في المناطق التي يقترع فيها الناخبون الكرد في صلاح الدين، حدثنا عنه. نعم، تحية طيبة لك محمد ولمشاهدي قناة دجلة. حقيقة اليوم بعد إغلاق صناديق الاقتراع في محافظة صلاح الدين الخاصة بالتصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية من إقليم كردستان الذين يعملون في محافظة صلاح الدين، كانت النسبة المئوية للمشاركة هي 53%. كان هنالك في فترة الصباح
إقبال كبير من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية للإدلاء بأصواتهم بعد فترة الظهيرة وبعد المنتصف بعد الساعة 12 لم يكن هنالك إقبال كبير. كان من المتوقع من قبل المراقبين اللي موجودين في محطات في مركز الانتخابي الخاص في محافظة صلاح الدين كانت التوقعات بالوصول إلى نسبة كبيرة ما يقارب 90%، لكن بعد إغلاق الصناديق تم التأكد من نسبة المشاركة. المشاركة كانت تحديدا 53%. عدد المصوتين والمقترعين في هذا المركز الانتخابي بالمجمل هم 574 مصوت. الانتخابات جرت بصورة بانسيابية عالية وبصورة طبيعية جدا من قبل الأجهزة الأمنية وأيضا من قبل مفوضية الانتخابات. الأجهزة كانت تعمل بصورة طبيعية، لم يكن هنالك أي خلل. منذ فتح الصناديق الساعة 7 صباحا كنا متواجدين هناك، وإلى حد إغلاق الصناديق لم يكن أي خلل بأجهزة التصويت الخاصة بهذا المركز. وهو هذا المركز، طبعا هذا المركز هو الوحيد في محافظة صلاح الدين في قضاء الشرقاط. هذا المركز خاص بالتصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية اللي متواجدين في محافظة صلاح الدين. نعم محمد. نعم، إذن براء دعنا ننتقل إلى ديالى مع زميلنا عمر العبيدي. عمر، كيف سار اليوم في ديالى وما هي نسبة المشاركة من قبل المواطنين في عملية الاقتراع والتصويت؟ نعم، اليوم في محافظة ديالى لا تختلف كثيرا الانتخابات ببقية المحافظات التابعة لإقليم كردستان. هناك مركز واحد في محافظة ديالى ومحطة ل 266 منتسبا يعملون في الشرطة الحدود، بالإضافة إلى بعض المنتسبين التابعين إلى قيادة شرطة محافظة ديالى ممن حدثوا بطاقاتهم الانتخابية في إقليم كردستان أثناء فترة النزوح أو العمل في الإقليم. في ديالى لم ترصد لغاية إغلاق الصناديق الساعة 6 مساء أي خرق وأي تعطل في هذه الأجهزة. أبلغتنا مفوضية الانتخابات أن نسبة التصويت في محافظة ديالى تجاوزت 62%، ونسبة عالية تعتبر في محافظة ديالى ببقية المحافظات التي هي خارج الإقليم. أيضا لأول مرة في محافظة ديالى مكتب الانتخابات في مفوضية محافظة ديالى يشرف على انتخابات إقليم كردستان، حيث خصص مركزا في قرية ميخاس التابعة إلى قضاء خانقين المحادية إلى قضاء كلر. هذه خصصة للقوات الأمنية التابعة لإقليم كردستان وبعض العناصر التابعة إلى قيادة شرطة محافظة ديالى ممن يحملون بطاقة إقليم كردستان. في محافظة ديالى الآن تم إرسال النتائج إلى بغداد، ومن ثم سترسل إلى الإقليم بعد إعلان النتائج وتدقيق الأسماء. سحبت الأوراق من الجهاز الناقل، هذه الأوراق أصبحت مطابقة بحسب ما ذكرت لنا الكيانات السياسية، هي الأرقام مطابقة بما موجود لديهم المعلومات، لم يرصد أي خرق. هذه الانتخابات وصفها السياسيون لأول مرة هي انتخابات ناجحة دون تسجيل أي خرق أو أي عطل، متمنين أن الانتخابات القادمة التي تابعة إلى العراق أن تكون أسوة بهذه الانتخابات التي اعتبرت ناجحة. دعني أرى الوضع أيضا من جهة أخرى من كركوك مع مراسلنا عبدالله العامري. عبدالله، لا أعرف إن كان الوضع بخصوص انتخابات الإقليم اقتراع الخاص يختلف عن ديالى وصلاح الدين بالتأكيد أربيل، كيف هو الوضع عندك الانتخابي؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. إذا ما تحدثنا عن الاختلاف في كركوك فهو الاختلاف ممكن أن يكون سياسيا أكثر مما هو انتخابيا، على اعتبار أنه كركوك دائما ما تتأثر بأي معادلة أو أي عملية انتخابية تجري في البلاد. اليوم طبعا المحللون السياسيون المراقبون للمشهد الانتخابي بالنسبة للتصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان تحدثوا عن هذا الجانب وقالوا بأن ربما تتغير المعادلة السياسية في كركوك على مستوى الحكومة المحلية بالنسبة لأفضلية الوجود بالنسبة للأحزاب الكردية في مدينة كركوك. طبعا المشاركة كانت بنسبة 56%، وصلت نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص اليوم في كركوك، على اعتبار أنه كركوك لن تشهد تصويت عام، فقط يوجد فيها تصويت خاص من 7 صباحا إلى 6 مساء. طبعا شارك في هذه الانتخابات 275 ناخبا من أصل 488 ناخبا،
وبالتالي طبعا العملية جرت بانسيابية. كركوك من بين 7 محافظات طبعا خارج إدارة الإقليم جرت فيها أو جرى فيها التصويت الخاص، كان يجري بشكل انسيابي وسلس. سبقت طبعا التصويت الخاص إجراءات أمنية مخففة لم تكن مشددة بالمعنى الذي طبعا يعرفه المواطن، ولكن كانت هناك بعض مفارز التفتيش أو نقاط التفتيش متواجدة منتشرة في المدينة. اليوم منذ الصباح الباكر طبعا جهزت القوات الأمنية عملية التصويت في مركز واحد على مستوى الانتخابات الخاصة في كركوك أو الاختراع الخاص. طبعا كان مركز الوثبة في منطقة عرفة بواقع محطتين، وبالتالي كان أيضا متواجدين المراقبين منظمات المجتمع المدني ومراقبي الكيانات السياسية. العملية لم تسجل أي خروقات، لم نسجل في كركوك أي أخطاء تذكر. أما على المستوى السياسي هناك من يتحدث عن أنه ممكن المعادلة تتغير في قادم الأيام، باعتبار أن كركوك من ضمن المناطق المتنازع عليها وهي محور المشاكل التي طبعا كانت سابقا وما زال بضمنها ما زال موجود على أرض الواقع بين بغداد وأربيل، وبالتالي كركوك دائما ما تتأثر بأي عملية انتخابية تجري في البلاد، وهذا ما يترقبه الشارع الكركوكي في قادم الأيام. أما على المستوى الأمني فهناك استقرار أمني تشهده المدينة. وأيضا أستثمر هذا البث المباشر عبد الرحمن لأتطرق إلى العمليات العسكرية التي جرت منذ 3 أيام وحتى ليلة أمس. كانت هناك ضربات جوية محكمة من قبل طيران الجو على أوكار لإرهابي داعش، وبالتالي تمكنوا من بسط الأمن في بعض المناطق التي كانت تسمى بالساخنة وكانت تتواجد فيها بعض الفلول المتبقية في تلك المناطق. هذا طبعا جاء بفعل الجهد الاستخباري، بفعل المعلومة وتعاون المواطن في مدينة كركوك. نعم عبد الرحمن. نعم شكرا لك مراسلنا من كركوك عبد الله العامري. إذا نشكر شبكة مراسلنا من بقية المحافظات العراقية من أربيل ومن كركوك وصلاح الدين وديالة أيضا. في كركوك ومن ضمن 7 محافظات شاركت بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان الإقليم، سجلت المحافظة نجاحا تنظيميا في مركزها الوحيد المخصص لاقتراع المنتسبين بمشاركة مراقبين محليين ومنظمات مدنية. تفاصيل في هذا التقرير. في مركز الوثبة بمنطقة عرفة وبواقع محطتين جرت عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان بمشاركة 488 منتسبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كركوك، بضمنهم منتسبي الدفاع والداخلية. اليوم بدأت عملية التصويت الخاص في محافظة كركوك لانتخابات برلمان أقليم كردستان العراق الدورة 6 في محافظة كركوك مركز اقتراعي واحد وبواقع محطتين و488 ناخب من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية سيدلون بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم في انتخابات برلمان أقليم كردستان العراق. من 7 صباحا إلى 6 مساء لم يسجل مركز اقتراع كركوك أي أخطاء أو خروقات تذكر، بوجود مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتنظيم كان متوقعا له أن ينجح مقارنة بعدد المصوتين. شبكة شمس لمراقبة انتخابات، احنا شبكة وطنية عراقية، نلاحظ الخروقات مثلا ادخال الموبايل، مثلا تدخلات قد تكون من هنا وهناك، ولكن الى حد هذه اللحظة لا يوجد شيء. المعادلة الانتخابية الكردستانية يمكن لها ان تحدث فارقا سياسيا على مستوى المدينة يقول محللون، لكن ذلك يتوقف على نسبة المشاركة بشكل عام. إذا كان هناك توافق في الإقليم سوف يعكس على كركوك ما بينهم، ربما يتحول كتلة كركوك إلى 8 أعضاء في مجلس المحافظة حال وجود توافق في أربيل. الانتخابات إقليم ستكون أول مرة ليست فيها الأغلبية حسب ما قرأ الذي نقرأه، بس سيكون القوى السياسية مضطرة أن تتحاور فيما بينها وترشح شخصيات مقبولة من كل الأطراف ومقبولة من بغداد لكي يستمر التدفق المالي لمعالجة أزمة إقليم الحقيقية. تحديات سياسية تنتظرها كركوك في كل مرة تشهد فيها البلاد عملية انتخابية، تحديات يمكن لها أن تكون النقطة الفاصلة في القرار السياسي المحلي. من كركوك عبد الله العامري، قناة الفلوجة.
ينضم إلينا الآن من أربيل الدكتور مهند الجنابي. مرحبا بك دكتور مهند، وأنت أستاذ العلوم السياسية. بداية، كيف تقرأ المشهد الانتخابي السادس من نوعه في إقليم كردستان بعد شد وجذب السياسي السابق؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة من خلال متابعة الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل أسابيع لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بات من الواضح بأنه مرحلة التنافس الانتخابي هي مرحلة تشهد أجواء ديمقراطية حقيقية. على مستوى الحملات الانتخابية نلاحظ في أربيل، في السليمانية، في دهوك، مسألة التنافس والأحزاب المتنافسة في كل محافظة. الحملة بشكل عام هي متساوية، كل حزب لديه جمهور ولديه حصة في التنافس الانتخابي في كل محافظة من محافظات إقليم كردستان. كون مفوضية الانتخابات العليا الاتحادية مشرفة على انتخابات إقليم كردستان، هذا ربما يساهم بشكل أيضا أو يعد عامل مساعد في أن تكون انتخابات برلمان إقليم كردستان تشهد نوع من التكافؤ في الفرص بين جميع الأحزاب السياسية المتنافسة داخل إقليم كردستان. ولا ننسى أيضا وجود جماهير ثابتة، نتحدث عن أحزاب تقليدية وأحزاب راسخة في إقليم كردستان، ولكل حزب لديه جمهور ثابت، وبالتالي ربما تنعكس طبيعة الجماهير الثابتة على نتائج الانتخابات في ترجيح كفة عدد قليل من الأحزاب، وتبقى الجماهير المتأرجحة ربما ترجح كفة حزب على حزب آخر، وبالتالي يبقى نسبة التصويت التي ستجري في مرحلة التصويت العام بعد يومين هي ربما ستحدد طبيعة المشاركة الانتخابية. عادة إقليم كردستان يشهد نسبة مشاركة أكثر من المحافظات الاتحادية، سواء في مجالس المحافظات أو في الانتخابات البرلمانية على مستوى البرلمان الاتحادي. وفي برلمان إقليم كردستان نلاحظ من خلال الدورات السابقة بأن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان ربما هي تتفوق على نسبة مشاركة مواطني إقليم كردستان في التصويت على مرشحيهم وممثليهم في البرلمان الاتحادي. هذا ربما تتكشف أرقامه الصحيحة في يوم الاقتراع العام في يوم الأحد 20 أكتوبر. وبالنظر إلى نسبة المشاركة اليوم في عملية الاقتراع وطبيعة سير اليوم الانتخابي، كيف تقيم؟ هل هنالك علاقة أو يضفي وجود مراقبين دوليين أشرفوا على عملية الاقتراع، يضفي موثوقية على العملية الانتخابية؟ هل كان له دور بمرور أو أن تكون هذه السلاسة والمشاركة في عملية الاقتراع اليوم؟ بشكل عام قوانين والأنظمة الانتخابية هي تجيز للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أن تقدم مراقبين للكيانات السياسية، و على مستوى المراكز والمحطات الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك هنالك مراقبين تابعين إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية. منظمات المجتمع المدني أيضا لها دور كبير جدا في هذا الصدد. ولكن على مستوى التصويت الخاص، يتميز التصويت الخاص في كل انتخابات شهدناها حقيقة على مستوى الانتخابات الاتحادية أو انتخابات إقليم كردستان. نعم. دائما ما تكون نسبة التصويت الخاص أعلى من نسبة التصويت العام، باعتبار أنه أغلب منتسبي القوات الأمنية والبيشمركة هم عليهم مهمة حماية الانتخابات العامة في التصويت العام، وبالتالي الآن هم متواجدون في قطاعاتهم و يتم إعدادهم للمشاركة في التصويت العام. جميعهم ربما في حالة استعداد وفي حالات لا نقول إنذار، ولكنهم في جاهزية تامة لحماية الانتخابات العامة، وبالتالي وجود المنتسب داخل وحدته العسكرية وتوفر السلاسة في طبيعة الانتقال من الوحدة العسكرية إلى المركز الانتخابي توفر أو تسهم في زيادة نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص. هذا يتميز فيه الاقتراع الخاص في كل انتخابات. نلاحظ أيضا على مستوى الجيش العراقي والشرطة العراقية عندما يشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات الاتحادية تتميز نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بنسب عالية ربما تفوق 60%، وهذا ما يميزها عن الاقتراع العام. النسبة الحقيقية تتحدد في مرحلة الاقتراع العام. مفوضية الانتخابات تعطي نسب
المشاركة بعد أن تفرز نتائج انتخابات المشاركة أو نتائج المشاركة في التصويت بين الاقتراع الخاص والاقتراع العام، وتذهب لمعدل المشاركة وتعطينا نتائج عن نسبة المشاركة في كلا الاقتراعين، وهذا يتحدد بالتأكيد بعد أن تجرى الانتخابات والتصويت العام ربما خلال الساعات الأولى أو ربما خلال أيام قليلة. نعم. تعلن المفوضية النتائج، ولكن أتصور كما ذكرت بأنه يتميز ناخبو إقليم كردستان بالمشاركة الفاعلة عن نظرائهم في المحافظات القريبة وحتى باقي محافظات العراق. ماذا عن الأوزان الانتخابية في المحافظات؟ حينما نتحدث عن أربيل والسليمانية النتيجة معروفة، ولكن ماذا عن المحافظات الأخرى؟ يعني أعتقد بأنه كما تفضلتي في السليمانية هنالك لدينا حزب لديه جمهور ثابت، ولكن الساحة الانتخابية هي لا تقتصر فقط على حزب الاتحاد الوطني، هنالك أحزاب موجودة في السليمانية وتتنافس، وأعتقد بأنه سيكون لديها نتائج انتخابية مشاركة ضمن 38 مقعد المخصصة إلى محافظة السليمانية. هنالك مقعدين هذه مخصصة إلى الكوتا في محافظة السليمانية من 38، وتبقى 36 مقعد. أعتقد بأنها ستتوزع، ربما يحصل حزب الاتحاد الوطني على نسبة ربما 50% أكثر أقل، ولكن هنالك أحزاب موجودة في السليمانية ولديها تنافس ولديها جمهور أيضا ثابت، وبالتالي نتائج السليمانية تتوزع على أحزاب ربما هي يعني سيكون أو سينعكس على طبيعة تمثيل الحزب التقليدي. في أربيل ودهوك هنالك ربما يعني أو نقول يعني تركيز على نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني، جمهوره ثابت في أربيل وفي دهوك عفوا، وبالتالي النتائج السابقة تشير إلى تماسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، تنظيماته. نعم. الحزبية، قاعدته الجماهيرية، الحملة الانتخابية أشارت بشكل واضح إلى أنه جمهور منظم والجمهور لديه اندفاع للمشاركة في الانتخابات. ربما متغير في انتخابات إقليم كردستان هذا العام هي انتخابات حلبشة، أقرت على مستوى إقليم كردستان كمحافظة ضمن إقليم كردستان، وكذلك يجري العمل على إقرارها في البرلمان الاتحادي أو المجلس وزراء الاتحادي، ولحلبشة. نعم. 5 مقاعد، أعتقد بأنه هذه 5 مقاعد سيكون أيضا لها تأثير. لا يمكن الاستهانة بأي مقعد في أي انتخابات. المقعد الواحد ربما يرجح كفة حزب على حزب آخر في عملية تشكيل الحكومة. شكرا كل النتائج أو كل ما نتحدث به هو توقعات ستحسم بعد نتائج الانتخابات ونتائج التصويت العام. أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. إلى صلاح الدين، حيث صوت 574 ناخبا في الاقتراع الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان في مركز اقتراع واحد، شهد انسيابية كبيرة والتزاما كبيرا بالتعليمات. المزيد مع براء كنعان. صلاح الدين تفتح مركزا للتصويت الخاص لانتخابات إقليم كردستان وسط إجراءات أمنية مشددة في قضاء الشرقاط، أدلى نحو 574 ناخباً من القوات الأمنية بأصواتهم بانسيابية عالية، ومن المتوقع أن تصل نسبة التصويت إلى 90% في هذا المركز حسب مراقبين. كما تلاحظون تجري عملية الاقتراع بكل سلاسة وشفافية عالية، ولا توجد أي مشاكل أو معوقات فنية تعيق عملية الاقتراع. يوجد في هذا المركز عدد مصوتين 574 ناخب، توقعنا من هذا العدد المذكور تقريبا تصل إلى 90% النسبة. والأجهزة الأمنية مشكور، يعني جهودهم مبذولة والطوق الأمني كل زين وما بأي خروقات، والأجهزة يعني خلينا نقول مسيطر على الوضع وماكو أي ضغوطات على
مصوتين يعني العملية تروح بشكل سليم وجيد. مفوضية الانتخابات أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات اللوجستية لإنجاح العملية الانتخابية، وخصصت محطتين في هذا المركز الانتخابي، ولضمان سير العملية تم وضع كاميرات المراقبة المخصصة لمراقبة عملية التصويت، بالإضافة للأجهزة الإلكترونية الحديثة والتي تستخدم للمرة الأولى في انتخابات الإقليم. بعد إكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية تم الحمد لله فتح مركز اختراع الوحيد في محافظة صلاح الدين. عملية التصويت في بالنسبة لإقليم كردستان لأول مرة تستخدم هذه الأجهزة، ولم نلاحظ أي مشكلة في عملية التصويت بالنسبة للأجهزة. كاميرات المراقبة لكل محطة كاميرتين، مثل ما ذكرنا قبل أنه المحطة توجد هناك كاميرات خارج المركز وداخل المحطة. بعد 6 أعوام على غياب الانتخابات، يتوقع مراقبون أن تشهد هذه الانتخابات تنافسا شديدا بين الأحزاب في الإقليم، وسط مشاركة كبيرة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية للتصويت الخاص وكذلك العام. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي ياسين عزيز. مرحبا بك أستاذ ياسين. بداية، هل تتوقع أن لبغداد تأثير على انتخابات كهذه، انتخابات إقليم كردستان، خاصة حينما نريد أن نتحدث عن المناطق المختلطة كما جرى اليوم في التصويت الخاص؟ مساء الخير أستاذ عبد الرحمن، تحياتي لكم وللست أمل ومشاهدي الفلوجة الأكارم. يعني لا أتصور أن تتدخل بغداد، وكان هناك حسب معلوماتي تعهدات من الأطراف السياسية المتنفذة في بغداد أن لا تتدخل سواء عن طريق الأمور الفنية وحتى على الأمور السياسية في موضوع تأثير على نتائج انتخابات إقليم كردستان. هذا ما سيحدد أكثر في عمل المفوضية. المفوضية إلى الآن تنتهج منهج إيجابي ومحايد وتشرف بشكل شفاف ومستوى عالي من التقنية والمهنية على موضوع الانتخابات كما رأينا في يوم الاقتراع الخاص. يبقى اليوم الأهم ويوم الاقتراع العام، وأنا أتصور ونتمنى أن لا تكون هناك فعلاً تأثيرات سلبية. إن كانت تأثيرات إيجابية فلا بأس من لإنجاح العملية الانتخابية، لكن نتمنى أن لا نرى تأثيرات سلبية تؤثر على الأصوات، على عمل المفوضية وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تعكر صفو الانتخابات. إلى الآن كما قلت كانت هنالك أمور يحذر منها الديمقراطي، مثلا أستاذ ياسين حذر من يعني سيناريوهات ربما تستهدف العملية الديمقراطية في أربيل. نتوقع شيء كهذا في انتخابات الاقتراع العام؟ يعني بشكل حصري ولمعلوماتكم أستاذ عبد الرحمن، اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني تسلم تطمينا كبيرا من القوى المتنفذة في بغداد أنها لن تؤثر ولن تتدخل لا في أربيل ولا في غيرها، وستكون على مسافة حياد ووسط من جميع الأطراف السياسية. صحيح كان هذا التخوف موجود من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن كما أكدت حضرتك اليوم تحديدا تسلم الحزب الديمقراطي الكردستاني تطمينات من أطراف سياسية متنفذة في بغداد. يمكن أن كان الحزب الديمقراطي يخشى تدخل بعض هذه الأطراف من الإطار التنسيقي أو المتنفذين أو بعض الأطراف، لكن القيادات المهمة داخل الإطار التنسيقي اليوم طمأنت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الانتخابات ستجرى على حسب البرنامج المعد لها من قبل المفوضية العليا دون أي تدخلات سلبية، وستكون هناك شفافية ومهنية كبيرة جدا في عمل المفوضية في انتخابات يوم الاقتراع العام. هل تلمس حالة رضا شعبي على أداء الحزبين الكرديين الكبيرين في الإقليم بحيث يجعل من ناخبي الإقليم يقبلون بشدة نحو صناديق الاقتراع؟ يعني ما شهدناه في الحملات الانتخابية وكانت نوعا ما يعني مميزة في ناحية شحذ الهمم وشحن العواطف لأنصار الحزبين الكبيرين تحديدا، يعني يمكن أن يعطينا مؤشر بأن الإقبال سيكون كبيرا
أو جيدا جدا. يعني نحن كمراقبين نتوقع أن يكون نسبة الإقبال بين 70 إلى 80%. كان هناك في الاستحقاقات السابقة عزوف كبير، عزوف ملاحظ ومؤثر من قبل الناخب الكردي، لكن الحساسية والمنافسة القوية التي شهدناها في الحملات الانتخابية لا سيما في القيادات، قيادات الصف الأول من الحزبين وبقية الأحزاب، أنا أتصور أن هذا الموضوع سيؤثر إيجابا في نسبة المشاركة، وإن أثرت سلبا في تعميق الهوة النفسية بين أنصار الأحزاب، لكنها ستؤثر برأيي. وكانت حركة ذكية من الأحزاب باعتبار كما قلت لشحذ الهمم وكسب عاطفة الناخب الذي كان يمكن أن يفكر أن يكون مقاطعا، لكن حسب المؤشرات الآن موجودة والاستطلاعات والاستبيانات يمكن أن تكون نسبة المشاركة جيدة وفاعلة في انتخابات إقليم كردستان للاقتراع العام بشكل خاص. من أربيل اللي كنت معنا المحلل السياسي ياسين عزيز، شكرا لك. الأخبار مستمرة. إلى مدينة الرمادي، حيث افتتح في المدينة مركز انتخابي واحد للتصويت الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث يشارك في هذا التصويت 196 ناخبا. وأكد قائد الفرقة العاشرة في قيادة عمليات الأنبار اللواء الركن دريس خضر أن جميع القطاعات الأمنية تقوم بواجباتها، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن ومنظم، فيما أوضح المعاون الإداري لمدير مفوضية الأنبار مصطفى حميد أن المراكز فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال الناخبين ضمن عملية التصويت الخاصة بالانتخابات منذ الساعة 7 وتستمر حتى 6 مساء. اليوم تم فتح مركز انتخابي في محافظة الأنبار لكي يشارك جميع المنتسبين القوات الأمنية المتواجدين في المحافظة لأدلاء بأصواتهم، والحمد لله والشكر أمور جاي تمشي بصورة صحيحة وبسلاسة. جميع الكوادر المفوضية العليا قائمين بواجباتهم بشكل صحيح، والأجهزة الأمنية أيضا جاي يحمون المركز والمفوضية، وأمور جيدة الحمد لله والشكر. هناك تنسيق مسبق من مراجع وأكو توجيهات من سيد الرئيس كان الجيش المحترم بخصوص هذا الموضوع، يتم جمع الجنود ومنتسبين عندهم حق أن يصوتون لمحافظاتهم، يجمعون في مقر اللواء، أيضا في مقر اللواء يجيبوهم بسيارات الخاصة لتسهيل المهمة. وتم افتتاح مراكز اقتراع التصويت الخاص في الساعة 7 صباحا، ويتم غلق هذه المراكز في تمام الساعة 6 مساء. عدد ناخبي مواطني الإقليم من التصويت الخاص يبلغ 196 ناخب. جرت هذه العملية بكل سلاسة وانسيابية ولا يوجد أي مشاكل تذكر. وفي ديالى وبمركز اقتراع واحد أدلى المنتسبون بأصواتهم في الاقتراع الخاص بانتخابات إقليم كردستان، حيث تشارك المحافظة لأول مرة بالانتخابات التي شهد التصويت فيها انسيابية كبيرة. المزيد مع الزميل عمر العبيدي. في مركز ومحطة واحدة خارج حدود إقليم كردستان، افتتح مركز الانتخابات المخصص للعناصر التي ترابط على حدود المحافظة وبإشراف مفوضية الانتخابات مكتب ديالى، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية التصويت الخاص. 7 صباحا تم فتح مركز قنديل تصويت خاص لاستقبال ناخبين عددهم 266 ناخب، تصويت خاص طبعا لانتخاب ممثلي برلمان إقليم كردستان. تم إرسال النتائج إلى عبر الوسيط الناقل وأيضا عبر الفلاش يتم إرسال إلى بغداد. بالزي العسكري يتوجه مئات منتسبي القوات الأمنية ممن يحملون بطاقة الناخب من سكنة إقليم كردستان بانسيابية دون تدخل أي جهة لاختيار شخصية معينة، مع إشراف وتدقيق من قبل الكيانات السياسية الموجودة في داخل وخارج مركز الاقتراع.
العملية تمت بصورة سلسة وانسيابية عالية. نحن منتسبي قوات الحدود التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية جينا صباح هذا اليوم للإدلاء بأصواتنا والمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان. العملية صارت بانسيابية منذ دخولنا ولغاية الآن لا يوجد أي ضغط علينا للإدلاء إلى جهة أو قائمة أو مرشح. احنا بس تنبيهات مثلا اللي ما يعرف وين بصمه مالته وين يروح بالكابينه. طبعا جماعتنا اكثريتهم اكراد من سليمانيه، لازم يعني نستشيرهم نقول لهم شو تسوون ما تسوون وين تروحون. ويشير محللون إلى أن هذه الدورة تختلف عن سابقاتها، وذلك لاعتماد نظام الدوائر المتعددة والابتعاد عن الدائرة الواحدة، بالإضافة إلى الإشراف المباشر من قبل مفوضية الانتخابات العراقية عليها، مما يقطع الطريق أمام الأحزاب المتنفذة من تنفيذ مبتغاها. نظام الدائرة الواحدة، لكن الآن هنالك نظام الدوائر المتعددة في إقليم كردستان. القانون اختلف تماما عن ما كان عليه في الدورات الخمسة السابقة. الإشراف على المفوضية سابقا كانت تدار من قبل الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان، الآن الانتخابات تدار بإشراف المفوضية المستقلة للانتخابات. ويأمل الناخبين أن يتحقق طموحهم بحكومة قوية للإقليم قادرة على مواجهة جميع التحديات وأن توفر للأهالي كافة الاحتياجات. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. في ذقار تجددت المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين المنددين بسياسة القمع والاعتقالات التي تنفذ ضد الناشطين منذ أكثر من أسبوع، وبالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين ومجزرة جسر الزيتون، طالب مئات المتظاهرين في ساحة الحبوب بدماء شهداء الانتفاضة والقصاص من القتلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، داعين إلى إقالة قائد شرطة ذقار بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، متوعدين بالتصعيد في حال استمرار استهداف الحريات وقمع الناشطين. لماذا لم يتم محاكمة قتلة المتظاهرين ولو قاتل واحد من قتلة المتظاهرين؟ ألم يقتلوا 800 شهيد ما تحاكم واحد لحد الآن على واحد منهم؟ ليش؟ جاي نسأل إحنا من حقنا، ليش 30,000 جريح 800 جريح ليش لحد الآن ما تحاكم ولا واحد من عندهم؟ شنو السبب؟ ليش هذا التمييز؟ ليش هاي الحزبية؟ ليش هذا العنصرية؟ ليش هذا الكيل بمكيالين وسياسة النظر بعين واحدة؟ إحنا نطالب ومن شاشتكم الموقرة بإقالة قائد الشرطة ومحافظ ذقار فورا. نحن نطالب باطلاق سراح المعتقلين ذول الأبرياء. لو حتى هسه معتقلين صعدوا محكمة خلي يتحاسب، إذا هو مشوي شيء غلط خلي يتحاسب. ليش هم أنت جاي تحتقله 2000 وجاي تضيع ما ندري بيه؟ هسه نريد نروح نزوره، نريد نروح نشوفه، نريد نروح نطيف مصرف ريتاي، ما ندري بيه وين، والله ما ندري بيه وين. سوى ليش ما جاب خدمات؟ ما عطت الناصرية شهداء؟ ما ضحت؟ شكرا، هي مطلبنا معتقلين. إلى ذلك حذر النائب غزوان المنشد من استخدام القوة في تفريق المتظاهرين، وطالب رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي لإيقاف حملة الاعتقالات محذرا من التصعيد. قال القائد الشرطة أولا لا يستخدم القوة ويا أهل الناصرية، الناصرية أخوتنا وشبابنا ونطيح قدامهم إحنا كنواب وكشيوخ عشائر وكأبناء الناصرية وما عندهم شيء. الناصرية بنت انتشارنا، أخوتنا وشبابنا بنوا الناصرية من 2019 لل 2024 غيروا من 2003 لحد الآن لحد 2019 كل شيء ما حصل بالناصرية. ورسالة رئيس وزراء الريدة يتبنى موضوع الناصرية بشكل مباشر. الأخوة هنا ظاهر أكو تصفية حسابات، قسما بالله الموضوع مو موضوع متظاهرين ومحتجين، الموضوع تصفية حسابات وراء فلان وفلان. في المقابل أكد قائد شرطة ذقار اللواء نجاح العابدي استمرار حملة الاعتقالات التي تنفذ في المحافظة لليوم الثامن على التوالي، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 500 شخص بمذكرات قضائية من بين 4,000 مذكرة صادرة في وقت سابق بحق متهمين، وصفهم بمجموعة الظلام رافضا وصفهم بناشطين. مذكرات القبض التي لم تنفذ كان مجموعها 4,314 مذكرة قبض خلال حملتنا، أعتقد اليوم الثامن للحملة. مجموع ما تم القاء القبض عليه من هذه المذكرات
أكثر من 500 حتى أكون صادق، يعني العدد بالتقريبي جاوز 500 مذكرة قبض. أبناء ذي قار مثل ما تعرف أبناء كرام أعزاء كانوا في الفترة السابقة حبيسي هذه مجموعة الظلام التي تحرق وتهدم من أجل منافع شخصية، من أجل الابتزاز. نهاية الحصاد اليوم، وهذا التذكير بالعناوين. المفوضية تعلن نجاح الاقتراع الخاص بانسيابية عالية. إقليم كردستان العراق ينتخب برلمانه السادس. بمشاركة أكثر من 200,000 ناخب، السباق الانتخابي لبرلمان إقليم كردستان انطلق بالتصويت الخاص. مراكز الانتخاب تغلق أبوابها في نهاية يوم الاقتراع الخاص، والمفوضية تباشر عملية العد والفرز الإلكتروني. مشاركة واسعة في الانتخابات الخاصة في الإقليم وخارجه، وكردستان يستعد للأحد المقبل والاقتراع العام. حملة الاعتقالات في فيقار تدخل يومها الثامن، ومتظاهرون في الحبوب يطالبون بإقالة قائد الشرطة الجديد. شاهدين الحصاد انتهى، إلى اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.